السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتكم الهجرة الشرعية. اليوم جئتكم بفيديو جديد عن أفضل 5 مواقع لتعلم اللغة الإنجليزية مجانا وبدون دفع أي رسوم والحصول على شهادة معتمدة بعد انتهاء دورة مستوى اللغة للمبتدئين والمحترفين. فاللغة الإنجليزية هي لغة عالمية، سيسهل تعلم اللغة الإنجليزية علينا التواصل مع الناس حول العالم، وسيوفر لنا هذا فرصا أفضل للحصول على وظائف أفضل، فضلا عن فرص للدراسة في الخارج والسفر. فاللغة الإنجليزية هي أيضا لغة الأعمال، لذلك إذا كنت تخطط للانضمام إلى قوة عاملة عالمية فمن المؤكد أن تعلم اللغة الإنجليزية سيكون مفيدا لك، كما يمكن أن يفتح المزيد من الفرص المستقبلية في مسار حياتك المهنية. يتم نشر وإنتاج أفضل الموسيقى والكتب والأفلام في العالم باللغة الإنجليزية، فإذا كنت تحاول تعلم اللغة الإنجليزية وتبحث عن مواقع جيدة حيث يمكنك القيام بذلك مجانا فالخيار ضخم. هناك المئات من المواقع لتعلم اللغة الإنجليزية، وهي تقدم أنشطة متنوعة، قواعد اللغة والاستماع والتحدث. واليوم جئتكم بهذه القائمة التي تتكون من 5 من أفضل المواقع لمتعلمي اللغة الإنجليزية من مختلف مستويات الكفاءة. أولا، BBC لتعليم الإنجليزية. ربما تكون BBC واحدة من أولى الأماكن التي تتبادر إلى ذهنك عندما تفكر في تعلم اللغة الإنجليزية. إنها مؤسسة ذات تقاليد في تدريس اللغة الإنجليزية، وأنت محق إذا كنت تعتقد أن موقعهم BBC تعلم اللغة الإنجليزية هو نقطة انطلاق جيدة. فيقدم الموقع مجموعة كبيرة من المواد التعليمية للمتعلمين من جميع المستويات. أنا أحب بشكل خاص مواردهما الرائعة للمتعلمين المتقدمين، لأنه بينما يمكنك العثور على عدد كبير من المواقع لتغطية الأساسيات، يصعب العثور على الأشياء المتقدمة الجيدة. وأترك لكم رابطهم في صندوق وصف هذا الفيديو. ثانيا، المجلس البريطاني. تحظى دورات اللغة في المجلس الثقافي البريطاني بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، ولا يخيب موقعهم أيضا، فلديها موارد لجميع المستويات. ولكن على غرار BBC لتعلم الإنجليزية فهي اختيار جيد للمتعلمين الأكثر تقدما، إنه الدليل النهائي لاختيار الآيلتس. بالطبع حتى لو لم يكن مستواك في اللغة الإنجليزية مرتفعا، فلا يزال هناك الكثير للتحقق منه، ورابط المنحة الرسمي سأتركه لكم في صندوق وصف هذا الفيديو أيضا. ثالثا، قواعد الإنجليزية. تحتل قواعد اللغة الإنجليزية مكانة خاصة في قلب متعلمي اللغة الإنجليزية، لذلك قررت أن أدرج موقعا متخصصا في القواعد فقط. قواعد اللغة الإنجليزية هي واحدة من أفضل موارد قواعد اللغة على الإنترنت، إذ يقدم أقساما من مجالات القواعد مثل حروف الجر والتهجئة وكتابة المقالات وما إلى ذلك. والأفضل هو أن الموقع يتم تحديثه بانتظام بأشياء جديدة ورائعة، ورابط المنحة الرسمي سأتركه لكم في صندوق وصف هذا الفيديو. رابعا، تعلم اللغة الإنجليزية الأمريكية على الإنترنت. فأصبحت اللغة الإنجليزية لغة عالمية بسبب صعود الولايات المتحدة في القرن العشرين، ولكن من المفارقات أن معظم الموارد التي يمكنك العثور عليها لتدريس اللغة الإنجليزية البريطانية، بينما تشترك الإنجليزية البريطانية والأمريكية في جذر مشترك، إلا أنهما مختلفتان تماما. فإذا كنت مهتما بتعلم اللغة الإنجليزية الأمريكية فراجع تعلم اللغة الإنجليزية الأمريكية عبر الإنترنت، وأنا سأترك رابط المنحة الرسمي في صندوق وصف هذا الفيديو. خامسا وأخيرا، فريديزا ليرنز. بينما تحتوي بعض المواقع الأخرى على أقسام للأطفال، فإذا كنت تريد موردا مخصصا تم تطويره خصيصا للأطفال فيمكنك تجربة
فريدي زا ليرنز، إذ يقدم ألعابا ودروسا ومقاطع فيديو ومسابقات وأشياء أخرى للأطفال من أي عمر ومستويات إتقان مختلفة. فبالنسبة للأطفال الصغار فأنت بالتأكيد بحاجة إلى شخص ما لتعليمهم، ولكن بالنسبة للأطفال الأكبر سنا فيمكنك تركهم للاستمتاع بالموقع بمفرده. ورابط المنحة الرسمي الخاص بهم سأتركه لكم في صندوق وصف هذا الفيديو أيضا. هذه كانت أفضل 5 مواقع لتعلم اللغة الإنجليزية مجانا. أتمنى أن يكون هذا الفيديو أعجبكم وأفادكم. كل الروابط سأتركها لكم في صندوق وصف هذا الفيديو. ألقاكم في فيديو قريب وفرصة جديدة بحول الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.